فأحب أكلمكم شوية عن أسبوع الآلام وعن المشاعر اللي تكون موجودة فيه. في أسبوع الآلام الكنيسة مش بتكون حزينة على آلام السيد المسيح بقدر ما بتكون حزينة على خطايانا التي سببنا بها الألم للسيد المسيح، ونعتبر أن كل آلامه بسبب خطايانا. في أسبوع الآلام السيد المسيح ابتدأ يوم الحد أحد الشعانين بتطهير الهيكل واستقبلوه كملك. فياريت وإحنا بنحتفل بأحد الشعانين نقول له يا رب طهر هياكلنا نحن أيضا كما طهرت ذلك الهيكل المادي. كان لابد أن السيد المسيح يطهر الهيكل لكي يشعرهم بقدسية العمل الذي يقوم به. هو في حاجتين في أسبوع الآلام بنذكرهم من جهة التطهير، إزاي المسيح طهر الهيكل وإزاي غسل أرجل التلاميذ وقال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم. في تطهير الهيكل السيد المسيح أظهر لنا أنه ممكن يكون وديع ومتواضع القلب ورقيق إلى أبعد الحدود، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، وممكن وقت اللزوم يكون حازم وقوي ويطهر الهيكل بكل قوة وبكل سلطان وما فيش حد يقدر يرفع عينه فيه. لكل شيء تحت السماوات وقت، الوداعة والاتضاع لا تمنع الهيبة والحزم والوقار والعمل القوي من أجل تطهير الهيكل. وأيضا من هيبته في هذا اليوم لم يستطع أبدا أعداؤه من الشيوخ والكهنة أن يقاوموه، ما قدروش. كل ما في الحكاية سألوه وقالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ يعني هؤلاء الناس ما كانش يهمهم تطهير الهيكل بقدر ما يهمهم ده بيعمل كده ليه؟ ايه السلطان؟ وهو ماله؟ طب هو ماله وبيعمل بأي سلطان؟ انتوا ما عملتوش ليه؟ لا منكم ولا يكفينا شركم. المهم إن في هذا الأسبوع كما في حياة المسيح كلها على الأرض كان عامة الشعب في اتجاه والقادة والرؤساء في اتجاه آخر. عامة الشعب كانوا يحبونه. في ذلك اليوم استقبلوه كملك، فرشوا ثيابهم على الأرض واستقبلوه بسعف النخل وبالهتافات، أوصنا يا ابن داود، أوصنا في الأعالي. أما قادة الشعب فكانوا على عكس ذلك تماما، كانوا يحقدون عليه ويغارون منه ويحسدونه وقالوا هو ذا الشعب
قد صار وراءه. طب وفيها ايه لما الشعب يسير وراءه؟ لا فيها كتير. ليه الشعب يسير وراءه وما يسيرش وراءنا احنا؟ طب ما انتم لو تصرفتم بالقدسية اللي بيتصرف بيها كانوا مشي وراءه. في ذلك اليوم هتفوا بالسيد المسيح ملكا، وقالوا مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة داود أبينا. المسيح لم يرفض الملك عموما، لكن رفض الملك العالمي. يعني إيه لم يرفض الملك عموما؟ يعني في البشارة به قال الملاك لأمه العذراء إنه يجلس على كرسي داود أبيه ولا يكون لملكه نهاية، وكان هذا تحقيقا لنبوء دانيال النبي: سلطانه ما لن يزول وملكه ما لا ينقرض. وفي ميلاده أيضا أتى المجوس يسألون أين هو المولود ملك اليهود، وقدموا له ذهبا من ضمن هداياهم رمز لملكه. إذن حكاية الملك دي موجودة. والمسيح أيضا أول ما بشر قال توبوا فقد اقترب ملكوت الله، حكاية الملك. وإحنا في أسبوع الآلام بننادي به ملكا، بالذات يوم الجمعة الكبيرة في لحن بيكفرونوس: عرشك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك. يعني ملكه بنعترف به، وباستمرار بنهتف وبنصلي: ابقوروا انت تهيرين يا ملك السلام، ملك. ما بنقولش حاجة، وبنقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ملك. حتى على الصليب اعترف به اللص ملكا وقال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ونجد في الساعة التاسعة بالذات التي فيها قدم المسيح نفسه عن العالم، بنقول في مزامير الساعة التاسعة: الرب قد ملك أكثر من مرة. وبنقول في المزمور: الرب قد ملك على خشبة. فالمسيح ملك ملك، بس مش ملك عالمي، مش ملك عالمي. اليهود أرادوه أن يكون ملكا يخلصهم من ملك الرومان، لكن هو أراد أن يكون ملكا على أرواحهم يخلصهم من ملك الشيطان. لكن المسيح ملك ملك. المسيح في ملكه إنما أراد أن يملك على الأفكار والقلوب، لا يحرر الشعب من عبودية الرومان، بل قال: إن حرركم الإبن فبالحقيقة أنتم أحرار. إن حرركم من أخطائكم، من مشاعركم، من عاداتكم الردية، من أفكاركم، من الذاتية، من الحاجات دي كلها. المسيح لما هتفوا به ملكا يوم أحد الشعانين لم يرفض هذا، لكن ما قبلش الملك العالمي وساب أورشليم ومشي.
احنا يوم احد الشعانين مفروض نصلي ان يملك الرب علينا، ومفروض نسأل انفسنا ما الذي يعوق ملكوت الله في حياتنا؟ ايه اللي بيعوقه؟ ايه اللي موجود فينا لم يملك الرب عليه بعد؟ هل لم يملك على إرادتنا؟ هل لم يملك على حواسنا؟ هل لم يملك على أفكارنا؟ لم يملك على إيه؟ مش مسألة إن إحنا نيجي الكنيسة ونحتفل بالشعانين. السيد المسيح رفض الملك العالمي لأن له مملكة روحية. وإيه تاني؟ وبعدين كان اليهود قرروا قتله تماما من بعد سبت العازر. ابتدوا يفكروا ازاي يقتلوه، والسيد المسيح كان مستعد لهذا القتل ولم يهرب منه. لكن كان أمرا متعبا الخيانة التي حدثت له في هذا الأسبوع، ليس فقط خيانة يهوذا، خيانة يهوذا دي القمة، لكن أيضا خيانة الشعب، الشعب الذي هتف وقال أسلبه أسلبه، خيانة القادة الذين طلبوا أن يسلم لهم باراباس ويقتل للمسيح، الشعب المنافق الخائن المنافق. يعني ايه منافق؟ يعني هم عايزين ملك يخلصهم من ملك الرومان، وفي نفس الوقت لما بيلاطس قال لهم أليس هذا هو ملككم؟ قالوا له ليس لنا ملك إلا قيصر. ليس لكم ملك إلا قيصر؟ منافقون بجد. وفي نفس الوقت اتهموا المسيح بأنه لا يريد دفع جزية لقيصر. دلوقتي قيصر احلو اللي كنتوا عايزين واحد يخلصكم منه. هذا هو الشعب الخائن. وللأسف ربنا باستمرار يعاني من خيانة الناس، يعاني من خيانة الناس. يعني مثلا الشعب الذي رعاه في البرية وقبل ذلك خلصوا من عبودية فرعون وجاز به في وسط البحر الأحمر وأنزل له المن والسلوى من السماء وفجر له ماء من الصخرة ليشرب، هذا الشعب خانه وعبد العجل الذهبي وقال هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. حاجة تكسف. دي جت في خروج إصحاح 32، وتكررت أيضا في خيانة يربعام الذي انشق على سليمان الهيكل في الأول. يربعام برضو عمل له عجلين وحطهم في السامرة وقال هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. دي آلهتك اللي أخرجتك من أرض مصر العجلين دول.
عارفين يعني ايه خيانة؟ لما واحد يعمل في شخص شر وإساءة ويتعبه وينقلب عليه يبقى بينتقم لنفسه. لكن امتى تبقى خيانة؟ لما يعمل فيه كل خير ويلاقيه انقلب. الإنسان لما خان ربنا كان ربنا عمل فيه كل خير، أولا خلقه من العدم، ثانيا جعله على صورته ومثاله، ثالثا أعطاه المواهب والرياسة والبركة وكل ده. ولما أخطأ فتح له طريق التوبة وأرسل له الرسل والأنبياء والوحي وكل ده، وبعدين يخونه ويقول له هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر، دي الخيانة. بس عايز بهذه المناسبة أقول لكم إن أول واحد خان ربنا كان الشيطان. خانوا إزاي؟ ربنا خلقه ملاكا وزوده بالمواهب وخلاه من أجمل ما يكون. إزاي بقى؟ في حزقيال 28 ربنا يقول للشيطان، إصحاح 28 من آية 12، أنت خاتم الكمال. صبروا، الشيطان بيقول له إيه ربنا؟ أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال. وبعدين أنت الكاروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت. أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. شوفوا خلقه في إيه؟ كامل الجمال، كامل الحكمة، أقيم على جبل الله المقدس. وإيه تاني؟ وبعدين خانوا، خلق الشيطان بهذه الصورة قبل أن يتشيطن. يعني هو كان ساعتها ملاك كبير، وبعدين سقط في أشعياء 14، وربنا قال له أنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، أجلس على جبل الاجتماع، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. بقى ربنا اللي كونك من مفيش وخلك خاتم الكمال وكامل الجمال، عايز تبقى زيه؟ هو دي الخيانة. ومش بس يبقى زيه، وحرض آدم وحواء بنفس الأسلوب، قال لهم تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. خيانة، خيانة. مع كل الحب اللي بذله ربنا جات الخيانة. دي برضه في البشر شفنا قصة من هذا النوع، قصة دليلة مع شمشون، أحبها حتى المنتهى وعمل كل حاجة من أجلها. وبعدين حطت راسه على حجرها وقالت له تبقى ما بتحبنيش إذا ما قلت ليش سرك، وده حب ده. وقال لها سر وسلمته إلى أيدي أعدائه وفقأ عينيه وجزوا شعر رأسه ودوروا به الطحون.
هو ده الإخلاص يا دليلة ولا خيانة؟ ربنا اعتبر ان دولة إسرائيل ودولة يهوذا مثل دليلة، ما يقول الخائنة يهوذا والخائنة إسرائيل. دول الخائن يا ربعام اللي جاب عجلين وقال دي آلهتك اللي أخرجتك من أرض مصر، ده ربنا سلموا 10 أصباط من ملك سليمان أيام ابنه رحبعام، قال له هديك 10 أصباط من عنده وأخذهم. فعمل فيه جميل، عمل فيه جميل، وده يعمل له عجلين خيانة. كل الذين خانوا الرب كان الرب قد أحسن إليهم، حتى يهوذا. يهوذا ده خائن أصيل. إزاي بقى خائن؟ ربنا عمل معاه حاجات كتيرة خالص. ربنا طبعا بالسبق علمه كان عارف يهوذا ده هيعمل ايه، فهمه كويس قوي. جعله واحدا من الـ12، قال لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. ويهوذا كان من ضمن المختارين، واحد من الـ12، وليس واحدا فقط إنما من المقربين. سلموا الصندوق وهو عارف إنه حرام وعارف إنه بيسرق اللي في الصندوق، سلموا الصندوق. يعني كان أمين صندوق الجماعة وهو غير أمين. طب يا رب ما أنت عارف. يقول لعل الإحسان إليه يخلي قلبه ما يتغيرش، ينكسف من الإحسانات، ينكسف من الإحسانات. ده داود قال باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. فجعلهم الـ12 وأرسله للكرازة والتبشير، وأعطاه السلطان على عمل المعجزات وإخراج الشياطين. لتبقى حاجة كسوفة إن يهوذا كان بيخرج شياطين من الناس ومش قادر يخرج الشيطان اللي جواه. اختاروا واحد من الـ12، ارسلوا للتبشير، اداله سلطان على المعجزات واخراج الشياطين، سلموا الصندوق. وكان يعرف انه يسرق ما كان فيه ومع ذلك لم يكشفه، ما كشفوش قصاد التلاميذ. هو عارف انه بيسرق بيسرق، ما كشفوش. مش بس ما كشفوش، وما خدش الصندوق منه وخلاه، وما فصلوش من جماعة التلاميذ، خلاه قاعد. وبرضه كان من المقربين انه قاعد جنبه ويقدر يغمس في الصحفة، يغمس في الصحفة يعني جنبه خالص يعني. ده بل السيد المسيح قال الذي انا اغمس في الصفحة في الصحفة واعطيه، يعني سيد المسيح اداله بق زي اللخبطة اللي انتم بتشوفوها وسط العرايس، ده يوكل ده وده يوكل، يعني حاجة تكسر. المهم يعني عمل له حب على الاخر، كون ان الجدع ده يتمر فيه ما يتمرش فيه، اهي دي الخيانة. مهما عمل معاه من خير مفيش فايدة،
ما فيش فايدة. ده مش بس كده، ده كان موقفا مؤثرا ومتعب، ان السيد المسيح برضو غسل رجليه، بدليل بعد ما غسل رجلين الكل قال لهم انتم الان طاهرون ولكن ليس كلكم، لانه عرف مسلمه. طب يطمر فيك ايه هوذا؟ تكسب ايش؟ كسب شبت. مش بس كده، وانما الان عرفوا انه خاين، بدأ ينبهه من بعيد لبعيد، وبعدين من قريب لقريب، وبعدين من كلام مباشر. ازاي؟ قال لهم ابن الانسان ماض، ولكن ويل لذلك الانسان اللي يسلم ابن الانسان، كان خيرا له لو لم يولد. حاجه تخوف، لكن يهوذا ما خافش. وبعدين ابتدى يقترب شويه، قال لهم واحد منكم يسلم. وبعدين قال اللي يغمس معايا في الصح، وبعدين قال له انا يا رب؟ قال له ايوه انت. قل كل ده ما أثرش في يهوذا. ليه ما أثرش فيه؟ هو خاين بطبيعته، خاين بطبيعته. وقيل إن دخله الشيطان. الشيطان فذهب إلى رؤساء الكهنة وقال لهم ماذا تعطوني وأنا أسلمه لكم؟ هذا الكسوف ده، هم بيدوروا على حد يسلمه، قوم يجي لهم واحد من الاثني عشر الطبطاب، حاجة ما كانوش يتصوروها. هو يسعى بنفسه، يعني لو قولوا رؤساء الكهنة يغروه نقول بيغروه، لكن ده هو من نفسه ذهب يسعى إلى هذه الخيام. ماذا تعطوني؟ ادوله 30 من الفضة، مبلغ زهيد زي ما بيقولوا تمن عبد، وقبل أن يسلم سيده ومعلمه ومرشده وأباه الروحي. 30 من الفضة بمبلغ زهيد، كان هذا المبلغ زهيدا مثل نفسية يهوذا الزهيدة. هي أيضا وخد 30 من الفضة، ده خد 30 من الفضة وسلمه بعدها بيومين، يعني فضل قاعد يومين والفلوس معاه والشر معاه وبيخات المسيح وتنبيهاته معاه، وهو مفيش فايدة، مدكن مدكن مدكن، بينتهز فرصة علشان يسلم المسيح. أنا مش عارف يستفيد إيه، يعني أنا بهذه المناسبة لا أنسى مريم أخت مرثا هذه القديسة اللي سكبت على رأس المسيح قارورة طيب غالي الثمن، ثمنها 300 دينار. سكبت قارورة ب300 دينار، وده ياخد له 30 من الفضة. على فكرة اللي وبخ هذه المرأة كان يهوذا برضه، قال لماذا هذا الإتلاف؟ كان يمكن أن يباع هذا الطيب ب300 دينار
ويوزع على الفقراء. عجيب ان يهوذا بينصح وبيتكلم على الاوضاع السليمة والمثاليات وهو نفسه بيع السيد المسيح بثلاثة من الفضة. واحد من التلاميذ خان المسيح وواحد أنكره في الأسبوع الأخير وناس كتير هربوا، لكن لم توجد امرأة واحدة خانت المسيح في هذا الأسبوع، حصلش. كان النساء أكثر شفافية وأكثر روحانية وأكثر التصاقا بالرب ومحبة له من مثل هذا التلميذ الخائن الرديء. التلميذ اللي عاش مع السيد المسيح أكثر من 3 سنين وما تمرتش فيه العشرة، يأكل معاه ويشرب معاه ويسمع عظاته ويشوف معجزاته. خاين. طب والمسيح عمل له ايه؟ على حاجة. عشان كده قال السيد المسيح ان ليتم المكتوب ابغضوني بلا سبب، اللي كان قالها داود النبي: الأكثر من شعر رأسي الذين أبغضوني بلا سبب. يهوذا خان السيد المسيح ولم يصحو ضميره، وفضل لغاية لما أدين السيد المسيح ووجد أنه أدين ابتدى يصحى ضميره، وراح سلم الفلوس للكهنة وقال لهم: أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. يهوذا صحي والشيطان صحي معاه، قال ده نسيبه، ده ما نسيبوش أبدا، فأوقعه في اليأس. أوقاف الياس ازاي؟ يهوذا احتقر نفسه، وجد نفسه رخيصة جدا لا تستحق الحياة. أصعب حاجة إن الإنسان يحتقر نفسه. يمكن لو الناس احتقروه يحتمل، لكن يحتقر نفسه حاجة لا تحتمل. ومضى وخنق نفسه ومات قاتل نفس وفاقد الرجاء وحزينا وبائسا. ولكن يهوذا إن كان قد مات كشخص، لكنه بقي كرمز. أصبح كل خائن يطلق عليه لقب يهوذا. البشرية اللي خانت ربنا كانت مثل يهوذا. طب يهوذا باع المسيح ب30 من الفضة، وهناك أشخاص يبيعون المسيح بلا ثمن. بلا ثمن يبيعوا المسيح، وفي ناس بيبيعوا المسيح بثمن. واحد يحب بنت مش من دينه يبيع المسيح علشان البنت، يعني كفتين من الميزان، المسيح في كفة والبنت في كفة، وبنت ما تسواش 30 من فضة يعني ولا حاجة، ولكن بيخونه، بيخونوا علشان بنت. وواحد بيخون المسيح عشان وظيفة،
أو عشان ترقية. ما أكثر الذين يعيشون بلقب يهوذا حتى الآن، والمسيح كان يعرف هذه الخيانة ولم يبكته. يعني ساعة ما حط اللقمة في بقه كان عارف انه خاين، دخله الشيطان فخرج، خرج لم يتناول من الأسرار المقدسة، خرج. وحينما خرج فصل نفسه عن السيد المسيح وعن مجمع المؤمنين، عن التلاميذ الأحد عشر إلى الأبد. لم يفصله المسيح لكنه فصل نفسه. المسيح قال له: ما تريد أن تفعله اعمله بأكثر سرعة. كان أصول يضرب مكانه يقول له: أخطيت يا رب، أنا فكرت فيها لكن مش هعملها. لكن لا، مشي وراح لكي يتمم الفصل الأخير من هذه المأساة المرعبة، مأساة الخيانة. ياريت كل واحد فينا يقول لربنا، يقول له: يا رب أنا لا يمكن أخونك، ولو أعطوني كل ملك الأرض، كله ملك الأرض ده كله ملهوش قيمة. لذلك الشيطان لما قال للمسيح: لك أعطي كل ممالك الأرض ومجدها، قال له: اسحب عني يا شيطان، أنت وممالك الأرض كلها ما تسووش حاجة. طبعا المسيح لا يقبل الملك من أحد، الملك طبيعة فيه لا تأتيه من الخارج. واستمر أسبوع الآلام. يهوذا خنق نفسه لكن بقي رؤساء الشعب الخونة الآخرون بقوا كما هم. هم رفضوا المسيح فلم يضره رفضهم له، لكن هم أضروا أنفسهم. ونحن وسط هؤلاء الرافضين ووسط هؤلاء الخائنين ووسط الخائفين، نقول له: لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد، آمين. يا يسوع ملكنا وإلهنا، اتفضل صلى الله عليه وسلم.